الآن الأب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 5 بقونة الكنيسة بتحتفل بشهادة أنبا بشاي وأنبا بطرس وتذكار تكريس كنيسة أنبا بؤطر، لكن بتحتفل النهاردة كمان بتذكار نياحة أحد الأباء اللي ليهم موقف قوي جدا، وهو القديس أنبا يعقوب المشرقي. مشرقي لأنه من أديرة المشرق برا مصر، يعني اللي هو الشرق اللي هي منطقة سوريا والحتة دي، لكن هو كان راجل قوي جدا. هو احد متوحدين واحد الاباء النساك الكبار، وبعد وعاصر قسطنطين وابنه قسطنطيوس ويوليانوس، وجه فالنس. فالنس ده كان اريوسي امبراطور روما، امبراطور الامبراطوريه الرومانيه في الشرق. كان انسان سيء جدا جدا، لانه مش بس اريوسي يعني معتقده فاسد، لكنه كان عنيف جدا. ده اللي خلى الرهبان في مصر تتجند تخش الجيش، علشان ونزل كده نزل قرار فالنس ده قال ان الرهبنة ناس كسالة وبتروح تاكل وتشرب في الأديرة، الراهب يا اما يشتغل يا اما يخش الجيش. حاجة غريبة جدا، وده اللي بأوامره رهبان كتير كمان سابوا الأديرة ونزلوا العالم. فالنس ده قفل الكنائس الأرثوذكسية اللي ليها إيمان قوي، وفتح كل الكنائس الأريوسية، بس القديس يعقوب المتوحد ده اتضايق جدا وراح قبله بقى قبله قبل ما يطلع كان هو راح الحرب. فقال له أنا جاي عشان أقول لك رسالة واحدة، يا إما ترجع لإيمان الأرثوذكسي وتفتح الكنائس وقتها ربنا هيساعدك في الحرب اللي انت رايح فيها، او لو ما عملتش كده ربنا هيحرقك. طبعا ده بيتكلم امبراطور شرير فاسد العقيدة والاخلاق. فراح بصله كده قال له انت ازاي تكلمني بالطريقة دي؟ قال له انا جاي بقول لك رسالة من ربنا، يا اما ترجع لإيمان الارثوذكسي وتفتح الكنائس الارثوذكسية وتبطل اللي بتعمله ده، يا اما ربنا هيحرقك في الحرب اللي انت فيها دي. فراح امر انه يتسجن، جاب قال لهم اسجنوا الراهب ده. فقال له بتسجني؟ قال له اه. قال له طيب لو رجعت يبقى ربنا ما بيتكلمش على لساني. وفضل الناس اللي سمع الكلام ده، انتشر الخبر ده في الامبراطوريه، وكانوا كلهم كانوا مستنيين هيرجع الامبراطور فالنس ويتحقق كلام القديس يعقوب انه يتحرق ولا هيرجع. شيء غريب اني يتهزم فالنس ويتحاصر في قرية، تهرب كل القرية ويتحرق هو والمجموعة اللي معاه بس، يعني يولعوا في القرية، القرية كلها تعبر مفيش حد فيها اتحرق، اللي اتحرق بس في القرية دي هو ومجموعة الجنود اللي كانوا ساندينه اللي كانوا بيحموه. ورجعهم الجيش، بيقول اتحققت كلمات القديس يعقوب. بعد منه جه امبراطور شهرين ثلاثة، وبعد كده قعد على العرش واحد رئيس الجيوش كان ارثوذكسي، الامبراطور ثيودوسيوس الكبير، وده كان انسان ارثوذكسي وبيحب الكنيسة جدا. اول ما جه وسمع اللي حاصل عن طريق القديس يعقوب لفالنس اخرجه طبعا باكرام كبير، وفتح الكنائس الأرثوذكسية. وكان من ضمن الأمور اللي خلت انحصار التيار الأريوسي هو الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير. وقعد القديس يعقوب لحد ما تنايح سنة 406 ميلادية. إيه القوة دي؟ راهب في البرية لا حول له ولا قوة، ده برؤية البشر، لكن بكلمات الله وبقوة العلاقة مع الله يتحول إلى عملاق
يقف قدام امبراطور بجيوش كاملة، واقف وهو كمان في عز كبريائه وراكب على الفرس بتاعه وراح يحارب، يعني انتوا متخيلين يعني. لكن هما ده رجال الله، وهو ده كل من يحمل حق المسيح. بصوا القوة الكبيرة اللي ربنا يتكلم بيها على لسان أولاده، لابد أن يكون ليها ثلاث صفات في الشخص ده. يحمل قوة الحق، يعني القضية اللي رايح يتكلم بيها حق. اتنين، هو نفسه يكون عايش مع ربنا بحق، عنده أمانة. تلاتة، أنه يكون حياته متوافقة مع كلمات الحق. يعني مش واحد يكون يعني مش عايش مع ربنا وربنا هيتكلم على لسانه. زي موسى النبي، ربنا يختار موسى النبي يقف يواجه فرعون. اشمعنى؟ عشان الثلاث حاجات دي، قوة روح، ربنا بيديله قوة روحية، قوة شخصية، موسى النبي كان شخص قوي، وأمانة في حياته. ثلاث نقط مهمة، قوة الروح، روح ربنا هو اللي بيتكلم، بس يتكلم من خلال كمان شخص قوي، عشان كده يجيب موسى النبي، لأن موسى النبي اتعلم حكمة المصريين، ولكن بدون قوة شخصية، من غير قوة روح ما يعملش حاجة. عرفنا منين؟ كان عنده شخصية قوية. راح مرة موسى النبي خرج من القصر كده، لقى عبراني بيتخانق مع مصري، فراح ضرب المصري مات. هو متخيل انه يقود العبرانيين. اول خناقة العبراني قال له انت جاي تضربني زي ما ضربت المصري؟ خاف ليه؟ لان قوة شخصية بس من غير قوة الروح ممكن تخوف، لكن قوة روح ربنا مع قوة شخصية ما يخافش. ليه؟ مسنود على ربنا مهما كانت قوته الشخصية. بدون ربنا يترعب من العالم، يترعب من ما هو أقوى، لكن مع قوة الروح ما يترعبش. الحاجتين دول مع أمانة في الحياة مع ربنا كمان يخليه قوي جدا. عشان كده موسى النبي واجه فرعون، وعشان كده إيليا النبي واجه أخاب. مرة أخاب طلع كده قال له هل أنت مكدر إسرائيل؟ أنت اللي عملت كده في إسرائيل؟ قال له بل أنت وبيت أبيك. إيه ده؟ أخاب ده الملك الكبير اللي كان شرس جدا، وفعلا قتل كل رجال الله، وخرج له إيليا النبي قال له وريني فين الكهنة البعل بتوعك ده وأنا وريك ربنا بتاعنا إيه. وفعلا في موقعة خطيرة جدا حامل قال له قدموا ذبايح وحطوا زي ما انتوا عايزين، وبعدين قال هنشوف بقى ربنا يعمل ايه. وقف إيليا النبي وحط الذبيحة وقال لهم حطوا نار حواليها كمان، ونزلت نار قوية جدا، قوي جدا. إيليا ايه اللي خلاه كده؟ عنده الثلاث حاجات دي، قوة روح ربنا وقوة شخصية وأمانة مع ربنا. يوحنا المعمدان قوة، شخص قوي يتكلم بكل قوة ويتكلم بقوة ربنا وأمين مع ربنا. عشان كده الخادم الحقيقي والإنسان الحقيقي اللي عايز يقف يواجه العالم لابد يكون عنده ثلاث حاجات دي، روح ربنا وقوته الشخصية، ويكون أمين مش خاين. ربنا يسوع نفسه علمنا كده. بصوا كان يقف يواجه كتبة وفريسيين وجموع من مؤامرات، ولكنه بقوة. وايل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، وده كانوا هم يتغاظوا جدا مش عارفين يعملوا معاه ايه، لانه كان قوي جدا. بطرس ويوحنا يحملوا نفس القوة، يقف قدام مجمع اليهود يقول لهم مش قلنا لكم ما تتكلموش باسم يسوع ده؟ قال لهم ما نقدرش ما نتكلمش باسم يسوع. أقوياء يحملوا قوة قدام العالم. الرسل لما خرجوا للعالم كله خرجوا بأشخاصهم، لكن كانوا جواهم يحملوا قوة روح ربنا، وهم أقوياء وعندهم أمانة مع ربنا. أثناسيوس قوي يتحدى العالم كله، العالم كله ضدك، يقولوا أنا ضد العالم. البابا ديوسكوروس قوي جدا، يقولوا له هننفيك، يقول مش مهم، هنضربك مش مهم، هنقتلك مش مهم، ولكني لابد أن أقدم الحق
اللي خلاه قوي جدا يحمل حق روح ربنا في داخله، وهو نفسه قوي وعنده أمانة مع ربنا. اللي عايز يكون كده يواجه عالم ما بيخافش، لا بقى مدير ولا وزير ولا رئيس. لو انت جواك روح ربنا بجد، وانت حاسس ان ربنا فيك وامين معاه، استحالة تخاف. مرة الامبراطور سيودوسيوس اللي احنا اتكلمنا عنه ده حصلت معاه موقف غريب خالص. كان في حتة اسمها تسالونيكي، وبعدين دولم تسالونيكي دول هو كان بعت واحد صاروا عليه وقتلوه، فاتضايق قوي ازاي يعملوا كده. وبعدين حصلت ثورة في تسالونيكي، فراح بعت جيش ووقتها وقتل 7000 شخص، بعت جنود قتلوا 7000 شخص، وهو ضميره مرتاح يعني ضيع الثورة خلاص يعني ضده. تاني يوم يوم الحد راح يتناول الأسقف ده الإمبراطور سيودوسيوس واللي كان راجل كويس زي ما انتوا سمعتوا، دخل يتناول. قال له راجل تعمل ايه؟ قال له اتناول. قال له اناولك ازاي وايديك مخضبة بدم 7000 شخص؟ ده الإمبراطور. الأسقف قال له مش اناولك، انت محروم. ده بيتكلم الإمبراطور قوي يحمل قوة روح ربنا قوي. فالإمبراطور بس لأن الإمبراطور كمان إنسان كويس راح ركع قال له حللني، قال له قدم توبة كمان يعني، قال له قدم توبة. فيقول الإمبراطور رجع وأصدر قرار إني لا يعدم شخص ولا يقتل شخص قبل 40 يوم من المحاكمة بتاعته، يعني يتحاكم ويفضل 40 يوم كمان لألا يموت حد بريء. ويقول إن هو بكى وندم وراح للأسقف ده قال له أنا نزلت قانون ضد تصرفاتي القديمة وأنا من النهاردة مش هعمل كده تاني. حله وناوله قوي حقيقي. أيام النازية هتلر يقولوا إن واحد مسيحي اتقابل مع هتلر وقال له أنا باسم المسيح بكلمك، أنت إنسان ضد ربنا، ارجع وتوب، اعرف المسيح كويس وبلاش تولع العالم، بلاش تعمل تصرفاتك دي. هتلر كان إنسان شرس جدا فأخدوه سجنه. يقول إن واحد من الرعاة يعني زار الشخص ده في السجن فقال له إيه اللي عملته ده؟ لماذا أنت هنا؟ فالراجل رد عليه قال له كده ولماذا أنت لست هنا؟ يعني أنت بتسألني أنا هنا ليه؟ أنت اللي هنا إزاي مش أنت مش مسجون معايا؟ يعني إيه؟ إزاي ما وقفتش مع الحق؟ إزاي ما وقفتش قدام هتلر وتقول له أنت كمان أنت مش مسيحي؟ ارجع للمسيح. لماذا أنت لست هنا؟ ليه مش بتواجه الحق؟ ليه مش بتقدم الحقيقة؟ أحيانا تحت مسميات معينة نكون جبنة ما نقدمش الحقيقة، أحيانا نشعر أننا نخبي الصليب ونقول لا ما ننزلش لابسين صلبان لحسن الوضع في الشارع. أقول لك ليه بتعمل كده؟ المسيحي قوي، المسيح ما يخافش، المسيح اللي جواه روح ربنا يقدم المسيح بكل قوة ويقول كلمة الحق بكل قوة، ملوش في المؤامرات وملوش في الأمور اللي من تحت لتحت، يعلن المسيح بكل قوة. تقول لي بس ده معناها ان احنا ممكن نواجه آلام وضيقات. اقول لك بص بقى، كل من قدم الحق الحق اعتنى بيه، كل من قدم المسيح بكل قوة المسيح اعتنى بيه. بصوا القديس بتاع النهاردة، الصورة العقلية المنطقية اللي ممكن في الآخر تبقى جبانة يتقال إيه؟ هتروح تقول لفالنس إمبراطور أنت افتح الكنائس الأرثوذكسية وإلا ربنا يحرقك؟ طب ما هو أكيد هيعمل فيك كده. أقول لك بص بقى ربنا عمل إيه؟ أمام تلك القوة الجبارة اتحرق فالنس بجد. وفي تاريخنا
تاريخنا المعاصر شخص كان قوي جدا، وقت اضطهادات وقف قدام رئيس البلد واخد قرارات قوية جدا، والرئيس عمل له ايه؟ وده الدير قضاست البابا شنودة المتنيح. هو ما اهتمش لانه قدم حق وفي النهاية اعتنى بيه، والكنيسة اقوى وجهة عالم. طول عمرنا كده اتعلم يا عزيزي كده، لما تكون بتقدم المسيح بكل قوة اوعى تخاف، اوعى تخاف، هو يعتني بكم، هو يعتني بكم مهما كان اللي قدام منك يحمل قوة ولا صورة من صور العالم الشرير. اوعى تخاف لان المسيح قوي، انت خارج بقوة المسيح نفسه. قدم الحق، اعلن المسيح، اوعى تخاف، اوعى تخاف مهما كان اللي قدامك يحمل قوة مادية او شراسة شخصية. اعرف كويس جدا ان انت محطوط في ايد من هو يملك العالم والسماء. يقول كده ايوب في في في, في سفر ايوب 10:12: منحتني حياة وحفظت عنايتك روحي. ويقول في المزمور: انت يا رب تحفظهم، تحرسهم من هذا الجيل الى الدهر. هو يرد ويقول ربنا في سفر أشعياء: انا الرب قد دعوتك بالبر فامسك بيدك واحفظك. انا دعوتك بالبر، امسك بيدك واحفظك. عشان كده يقول مزمور: يا محب الرب ابغضوا الشر، اقف قدامه كل قوة، هو حافظ نفوس اتقياؤه. انت خايف من ايه؟ ربنا مرة قال كده: هو لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، اخرهم ايه؟ هيقتلوك في الارض. انت عارف ان في السماء هتاخد ايه؟ تقول يا سلام، اقول لك طبعا عينينا شايفة ما هو اعمق، ما هو اقوى، خفت ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقة المجد ابدي. انا مش باصص على الارض، انا عندي مسكن اعلى واحلى. يقول لي اشتهى ان انطلق اكون مع المسيح، ذلك افضل جدا. يقول بولس الرسول: لاني موقن، انا متأكد انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. انا عارف كويس جدا هو يعمل ايه. عشان كده في سفر ارميا 9:23 يقول كده: هكذا قال الرب: لا يفتخر الحكيم بحكمته، ولا يفتخر الجبار بجبروته، ولا يفتخر احد، بل بهذا ليفتخر المفتخر، بانه يفهم ويعرفني انا الرب. اللي عايز يفتخر يفتخر بربنا الصانع رحمه وقضاء وعدلا في الارض، لان بهذا اسر. انت عامل حسابات مين وانت بتعيش في العالم؟ اوعى تكون عامل حسابات ناس وبشر ومراكز. اقول لك ده كله قبض الريح، نفخه القدير تضيعهم. امسك في المسيح، امسك في القدير. يقول كده بولس الرسول: حامل كل الاشياء بكلمة قدرته. تقول لي هيسندني؟ اقول لك طبعا. يقول: خرافي تسمع صوتي، انا اعرفها فتتبعني، انا اعطيها حياة ابدية ولن تهلك الى الابد. انت اذا كنت ماسك في المسيح خرافه، اعرف كويس انك لن تهلك. هما في ايدهم ايه في الاخر؟ ايدهم ايه؟ ارض. انت عندك السماء، لا تخافوا، هو ذا الهكم، هو ذا ياتي يخلصكم. يقول كده في اشعياء 35: لا تخافوا، الهكم ياتي يخلصكم. لالهنا كل المجد والكرامه للابد.